السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الأحبة مجددا في يوم جديد من أرض معرض بغداد الدولي للكتاب ودورته 25 اللي هي من اليوم 12 بالشهر إلى يوم 22 بالشهر، مستمرة وياكم. احنا تغطيتنا أكيد من الساعة 7 راح نبقى على مدار هذه الساعة نتعرف على أهم الإنجازات وأهم الفعاليات اللي موجودة في معرض بغداد، بالإضافة إلى الكتب أكيد للفن حصة. فخارج القاعة راح تلقون كثير من البنات والشباب، بزار، واكو ايضا لوحات اليوم راح نتعرف عليهم ونتعرف على فنهم. بعد ذلك راح اخذكم لاهم المصادر الموجوده. راح نبدي باول البزار، واكيد مثل ما تعرفون احنا البنات نحب الاكسسوارات ونحب الشموع، وهذا صار مصدر دخل كثير من النساء المحبين لهذا الفن. ومثل ما نشوف مصورنا هاي الشموع، شوف البنات يحبون يشتروها معطره وغيرها. هلا، شلونك حبيبتي؟ هلا زينة. شو تحبين؟ اكسسوارات دا تشترين؟ ايه. شنو شو اشتريتي؟ اشتريت مثل هذا. يا عيني ذوقك حلو. شكرا. حبيبتي شكرا. هنشوف صاحبة المشروع. السلام عليكم ست، وينك؟ وينها ماما؟ هي وبناتها وابنها كلهم هنا اليوم بهذا المشروع. السلام عليكم، تعرف عليكم السلام. انا اسراء كامل، محاربة كانسر. ما شاء الله. والله خجلتينا. انت محاربة وقدها ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك. عرفيني عن العمل مالتك. احنا بنات اختي اللي هم يشتغلون شموع، وانا اشتغل اكسسوارات هاند ميد واشتغل مكرميات وخشبيات، لكن مكاننا ما يساعد انه احط المكرميات والخشبيات، كبدا جو تراب وهذه تتلف. واختي تشتغل حفر. حلو. انتوا هاي كل سنه تشاركون؟ والله هاي اول سنه اني اشارك هنا، بس بمعرض بغداد اشارك، يعني حصل لنا اياها يعني بموافقة معرض بغداد. أكيد دعوة كانت لكل الزائرين اللي عندهم مشاركة. بالإضافة لذلك أنت مسوية مولد النبوي اليوم، بما أنه أكو احتفالية مولود النبي حبيت أنه الأسبوع إن شاء الله كله هو إن شاء الله. أي فحبيت أنه أسويها هنا وهم فد تنطفد حلو جو هنا أنا أجواء. والزائرين يجون أيضا يتبركون. إن شاء الله. والله عشتي دس أجواء حلوة حبيبتي. زين، أريد سؤال، شلون تعلمتي الهاند ميد وأنت برغم ذلك إنسانة يمكن صاحبة مرض وأكيد عندك جرعات وشعة وغيرها؟ اي اكيد، انا من انا صغيره يعني قديم كلش، كلش احب الخرز والهاي يعني السوالف. فبالتسعينات كنت اشتغل انا بسبب الحصار والهذه، والحاجه خلتني نقوم نبدا، قمت اشتغل مكرميات، اشتغل الاكسسوارات، اي شيء شعر انا اشتغله كنت يعني يدوي، ما نشتري ماكو يعني، فنشتغل هن يدوي كليتها. فبعد ما تمرضت وها قمت اشوفهم بس ما اعرف يعني هاي الطريقه شلون يشاركون البزارات، بعدين تعرفت عليهم. والمرض من تمرضت قلت لهم انا اريد شيء التهي به، ما اريد افكر بالمرض وهاي الشيء، فرجعت على الخرز وعلى المكرميات قمت اشتغل بهن واشتغل وانتجهن مثل ما يقول اللي اشتغله ابيعه، هم اوفر مصرف الي كعلاج اني الي، وهم انا طالعه متونسه لان احنا اصلا حاله نفسيه لازم يكون نفسيتنا دائما مرتاحه. العلاج الحاله النفسيه. دائما نفسية مرتاحة، اطلع اتونسي ضحكي، المغثة ممنوعة عليك، ما اعرف شنو هاي، تدرين الاطباء بعد. احنا نفتخر بيك، شكرا جزيلا. أشكرك ممنون حبيبي. اهلا وسهلا. مثل هذه الانسانة المحاربة وغيرها اكيد اكو ابداع. اخونا هنا تفضل هنايا. السلام عليكم. اكيد فنان وعنده فن خاص بي، تعرف عليه. انا ايهم، طالب هندسة وفنان تشكيلي ولاعب محترف سبيد كيوبر، لاعب محترف مكعبات روبي. ممكن يعني توضح لي اياه؟ اليوم الفن صار تكون ماكو بس بفرشة ولوحة، لا اليوم صار كل شيء تبدع به وترسم. نعم، هذا هو شيء فن التشكيلي. الفن التشكيلي هو أغلبيته ما يكون رسم ورقة وقلم، يكون أشياء نشكلهن. أكو من حاليا شائع بالوطن العربي اللي هو فن النفايات، اللي يجمعون النفايات والأشياء على التدوير يسموهن لوحات فنية. وكو بالخشب اكو يخصصون اشياء معينه على اشكال هندسيه معينه ويشكلون. اما انا استخدم الدايس اللي هو النيض، ارسم بعض اللوحات، ولوحتي الاساسيه اللي هي بالروبكس كيوب، دائما الفن الاساسي، لان انا اصلا محترف بالروبكس كيوب ومدرب حاليا بالروبكس كيوب، ادرب اطفال بالروبكس كيوب وعندي اكثر من 200 طالب حاليا يحلون الروبكس كيوب. ما شاء الله. وطبعا انا سابقا ممثل المنتخب العراقي ببطولات الكترونيه، طبعا مثل يعني انا كايهم ممثل العراق بالروبكس كيوب، عندي ارقام حلوه بالروبكس كيوب، حل كل انواع الروبكس كيوب تقريبا 400 نوع كلنا نعرف احلهن.
وعندي هنا هسه شو للوحه وبعض المكعبات اللي موجوده. عندنا باكر شنو عندك شو؟ باكر او بعد باكر على غلب اخرب هاي اللوحه افلشها وارسم بمكانها جواهري. وراح يكون لايف للكل وراح يكون تصوير واريا للتصوير وراح يكون شيء قوي صار ان شاء الله. ان شاء الله نحضر. شكرا لك موفق. شكرا لك. اكيد احنا مستمرين مصورنا خلينا ننتقل الى البناتنا الحلوات المبدعات بالفن الواقعي. عندنا هنا البنيه. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ تعرف عليك؟ انا هيام من عمري 15 سنه رابع علمي. ما شاء الله يعني متفوقة بالدراسة؟ اي. زين شلون تعلمت الرسم؟ من اليوتيوب قبل 4 سنين. شلون طورتي؟ على الخطوات بعدين معلومات بعدين قمت اخذ صور وارسمهن وحدي. زين هاي اللي بيع الصور لو بس تشوفين الناس الفن؟ بعت وتندمت بصراحة فقلت ما ابيع. ليش تندمتي؟ مستعزة باللوحة؟ اي والله يعني اشوف انه التعبي اهم من الفلوس. حبيبتي اني والله اشجعك على هذا الشيء وان شاء الله تطوري. تحبين فن الرصاص بالقلم الرصاص وفحم؟ اي رصاص وفحم. اي لانه احسه يثبت انه الايد شنو قوتها اكثر من الاكريليك. شكرا لك موفقه. شكرا حبيبتي. تندمت على المبيعات يعني ما اعرف ايش اقول. مرحبا شلونك حبيبتي؟ شلونك؟ تعرف عليك؟ اي محمد. اي ايش تحبين ترسمين؟ اشوف مناظر طبيعيه فن واقعي. أيه. وايضا أحب تجريدي. كل شيء. أيه. تجريدي عندك هذا شو اسمه بالفن الهندسي تشكيل تكعيبي على طريقه الفنان بابلو بيكاسو وهذه الرسمه رسمتها حتى هيك تكون مطر وهيك واشياء واجواء. أيه. هذه الرسمه تكون واقعيه. اي منظر طبيعي تكون مريحه للنظر وهيك شيء. الخط خماتين دخلت. أيه. الخط بالحصان العربي. أيه والخط العربي دخلت يوم زجتي. لا هذا خط الوسام. آه. يعني خط الوسام راسمه بي. انت بعد خبيره بانواع. أيه. الخط. اي وهذه كل لوحاتي يعني واشتغل عليهم حبيت. انت شنو تدرسين؟ طالبه خريجه؟ انا طالبه هندسه. هندسه. اي هندسه. انت هم هندسه وهمين عندك حلو. شلون راح تطورين اكثر؟ تستمرين بالفن؟ اي طبعا طبعا استمر واطور اكثر يعني وحتى بحكم مجالي والهندسه هيك يعني بالتصاميم وهاي الاشياء يفيدني. شنو اضافت لك مشاركتك بمعرض بغداد؟ شيء حلو انه العالم بدها تجي وبدها تتعرف علي ويشوفون رسماتي ويشجعوني يعني. رسمات للبيع؟ ليش حلو؟ اللي يعجبه عادي ياخذها. ايوه. صديقتك هنايا قالت اني ندمت انه بعد. اي بعد كل شخص مو تصير. انت تحبين بعد تتعلقين باللوحه؟ أي صحيح تعلقت بها وهيك بس لا يعني صراحه اذا احد رايدها ويعتز بها فليش لا؟ حلو راح يصير لك ايضا مصدر رزق. يصير لي مصدر رزق وهم يعني العالم تاخذها وتنعرف اكثر لوحاتي. شكرا موفقة حبيبتي. شكرا. ما شاء الله وإبداع يعني ما شاء الله عليها. هنا الأخت اللي هي بالبزار ما أعرف. مرحبا. أسمى ما أجيك آني. وين اللوحة مالتك؟ أكفي من اللوحة بس. هنا عتها البزار مالتها تعرفها هسه أجيك آني. هذا البزار خاص لي. لا تطفى الشمعة. مرحبا تعرف عليك. مرحبا حبيبتي. يا مرحبا. أهلا وسهلا. اسمي نور الهدى. يا اهلا بيك. الله يسلمك. شلون بديتي بهذا الفن؟ والله مثل من يعني من الطفوله. بديت بيه من كان عمري 10 سنوات. وهسه يعني شلون تطوريها هسه حاليا؟ بالبدايه يعني كنت ابيع احجار. اي فبديت اطور بني الاحجار وبني الاكسسوارات. شوفين البنات يحبون الاكسسوارات. انت ما شاء الله يعني جايبه ديزاينات وإيه؟ يعني عندي ساعه احجار. إيه هذا كله عملك؟ هذا كله شغل يدوي. وده تطورينه يواكب اللي الحداثه والموديلات الجديده. تعرفين البنات يحبون كل ما هو جديد. اكيد. اي اكيد صحيح. هو يعني كل شخص اعرف هو شنو مذاقه واعرف شنو يعني ملمسه واعرف الطاقات اللي هو يحبها. فيعني اكثر شيء انا يعني جايبته على الطاقات. صار هسه هواي ناس تحب مجال الطاقه وتطور منه يعني على الطاقات وبنفس الوقت على الابراج. على الابراج. والاحجار ظلوا يشترون احجار مثلا كريمه ما حد يقدر يلبسها الا كل من على برجه. او احيانا يعني عنده هيك فد يريد مثل اكسسوارات او فشي جمالي فممكن ما ياخذه الا على طاقات يعني. هو عالم الاحجار عالم كبير وله معاني كثيره وله خصائص مثل الربوي اللي هو الفيروز اللي هو يبعد طاقه الحسد وغيره هواي امور. فاليوم اجوا يطلبون منك على ضوء هذا. حلو عندنا الثقافه صار توسع
البنات والشباب جار الكريمة كلش يعني بيها مصدر رزق لكم ان شاء الله الحمد لله. اسعاركم شلون هالاسعار؟ يعني كل الزينة يعني ايوه اي زبون ما اوقف احدد له سعر بالسعر اللي هو حسب يعني المادة اللي عنده فأسهل وياه آية الرزق إن شاء الله. شكرا جزيلا، كلها أشياء حلوة. ثاني إذا وقف ساعة بعد ما أمل بعد هالأشياء إحنا نحبها. هنشوف بعد منو هنا، يا من صاحب اللوحات. بنات مرحبا، يوم شونك؟ مرحبا، السلام عليكم. الله يسعدك ماما، شونك؟ شنو جذبتك بهذه اللوحة؟ هذه صورة طفلة، أنا بطبيعتي معلمة متقاعدة. يا عيني تحبين أحن أفضل. أحن للمدرسة يعني. وأحب البنات أكثر شيء يعني. يا عيني تذكرتي الأطفال وتحبيهم. عايشة وياهم. هسه هناك أكو عالم مس سروش، هناك أكو مسوين فعاليات، قدرين تشوفيهم أكثر تسمتعين. أخذت أني وين هاي بنتي وين صارت؟ شنو أخذتي؟ قصص حروف عربية وين صارت هاي؟ تشوفين التعليم هسه تطور أكثر من قبل؟ صار ممكن أساليب تختلف أو إضافة؟ والله أنا بنظري كمعلمة متقاعدة التعليم أقوى كان وأحسن. قبل أحسن؟ يعني مستوى يعني درست أنا 43 سنة بالخدمة، خرجت عباقرة ما شاء الله. يعني جيلي أن درست السبعينات والثمانينات ما شاء الله. بس يشهدوا لك وصلت جيت النقطة الانطلاق. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. أكيد إن شاء الله هسه هذا الجيل أيضا عندنا جيل حاب المهنة إن شاء الله. هو إذا أساس المعلم كان زين فالجيل يطلع أكيد. إذا المعلم يعني تعبوا عليه وهيئوه للتدريس وعده امكانيه وعده شخصيه في يعني معلم بصفه وبشخصيته يقدر ينتج. صحيح. شكرا ماما. شكرا ممنونه لك الله يحفظك. هنا يا رسمت لنا اقرا. مرحبا شلونك؟ عرف علي. الحمد لله رواه ضياء. لوحه اقرا شرحي لي اياها. والله رواه ضياء. انا رسمت هاي اللوحه على مود لانه يعني بمناسبه المهرجان والمعرض، لأنه يخص الكتب فحبيت أن اللوحة تكون خاصة بالمهرجان. شرحينا يا خلي يشوف مصورنا للجمهور يشوفها. صراحة أنا شفت فكرة بمكتبة أنه بتركيا أنه الكتب مخليها فوقها يعني الجلوب، فاستنتجت أنه هي يعني القراءة تنور فحبيت أنه أدمجها ويا العقل فكانت هاي الرسمة. طبعا أنا أرسم بالمعجون فحبيت أنه كانت أخلي المخ بارز بالمعجون بس الوقت ما سعفني يعني كنت متأخرة بيها. يسألوك اللي يجون للضيوف والزائرين أيضا عن اللوحة ومضمونها، أكو ناس مهتمة بالفن؟ أي يعني يجون يسألون لأنه بالبداية ما يفتهموها يردون أني أشرحها لهم. ليش شاركتي بلوحة واحدة؟ صراحة أنه يعني أنا عندي بعد لوحات بس أنا يعني حجمها كبار ما قدرت أشارك بيهم كلها. تحبين ترسمين لوحة كبيرة؟ أي كل لوحاتي كبار وأنا عندي شغل فمن الشغل أجي فما أقدر يعني. يا عيني موفقة وعيد الرزق. لوحاتك تعرف عليك شنو اسمك؟ نورة. نورة نوارة. ايش راسمه هاي بنية وما اعرف هذا ضميرها شنو هاي؟ لا انا فنانة تشكيلية. نعم. هذه اللوحة هي اسمها تجدد او خروج من شرنقة، تحكي عن تجدد الذات الانسانية. نعم. وهنا رمزت او بهذه الجزئية وظفتها بالاشياء اللي هي تعني للانسان ويكون مؤمن بها ياخذها بمراحل تجدد حياته. الصفاء اللي عندك بالتفكير. شكرا حبيبتي. وبعد شنو هاي شنو افكارك؟ تحبين دائما الذات وتطوير الذات؟ يعني هذا اللي فهمته من خلال لوحاتك. لا مو عن تطوير الذات وكذا، وانما هي تعبير. كل لوحات يعني تمتلك فكره اجسد بها فكره معبره عن من افكار الذات الانسانيه او من حياته الواقعيه يعني. عشت ايدك، الك مستقبل ان شاء الله. شكرا. اكيد احنا مستمرين. نقدر نتعرف عليكم؟ السلام عليكم. عليكم شلون الصحة؟ كاميرا وراكم احنا طالعين لايف. مية هلا اهلا وسهلا. تعرفي على حضرتك؟ اني زهير من الحلة. يا اهلا وسهلا، ضيفنا ببغداد نورتنا. شو رايك بالمعرض؟ كلش حلو، لطيف واجواء جميلة جدا. هسه اجيتوا؟ اي تونا وصلت. اي بعد راح تدخل وتشوف القاعات ان شاء الله. شنو هاوية قراءة؟ تنظيم حلو. والله مختلف المجالات، مو مجال واحد يعني. شنو مجال عملك؟ يعني مبرمج حاسبة.
تحب التصميم وهذا الشيء والانجليزي واللغه موجوده هواي. اكيد اكيد خير من الله. احنا كل سنه نجي نشوف المعرض وتشوف اضافات جديده ان شاء الله. ان شاء الله المزيد من التطور والازدهار ان شاء الله. مجال المعرض وجودكم مهم ان شاء الله. تجون انتم من محافظات الا بغداد من اجل الكتاب وهو خير الجنس ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا شكرا الله يحفظكم. اكيد احنا مستمرين. خلي نشوف هنايا من الرسام هنا. السلام عليكم. اهلا عمو. السلام عليكم. ديتي وينها ام اللوحه الكبيره؟ يلا تعالي خلينا نرجع لها. يلا خطيه اجت تريد تشوف لوحتها بس ما كانت موجوده. سالت انا عليها. نواره مو هلا حبيبتي. اهلا وسهلا. شخبارك؟ الحمد لله. انت شلون؟ هذا من والدك؟ ايوه. يا عيني هو يجعلني انا حتى نرجع عليك حبيبتي. شفتي السند والاهل شلون يوصلون؟ اي طبعا الاهل هم يعتبرون الداعم الاكبر لكل مجالات سواء الدراسه او المجال الفني حتى المجال التربوي اي والاساس المعنوي طبعا. زين احكي لي عن الفن مالتك. انت ترسمين رسم واقعي القيثارة دا اشوف هذه حضارات يونانيه يمكن يسولف عن الحضاره السومريه. ها سومريه والنفس اللي بس هذه البنيه دا تعزف على القيثارة اللي هي سومريه وهذا شعرها المتطاير دلاله على العزف دا يذكرها باساس الحضاره الشمس وزهرة البابونج والسمك. زين والريف هذا الريف العراقي هذه لوحة لأختي. ها عم رسامة فنانة تشكيلية. مرحبا تعرف عليه شنو اسمك؟ كوثر. كوثر زين انتو شلون عائلة كلكم تحبون الرسم؟ منو عندكم يرسم؟ والدي. ها هو خطي هو عالم الرئيسي. طبعا تحبون انتو توصلون لأي مرحلة بحيث انه بابا يطمئن ويفتخر بيكم؟ اصلا دخلنا يعني معهد فنون جميلة ودعم الموهبة مالتنا والحمد لله تخرجنا. خلنا تعرف عليك عمو. هسه وراي البنات هذا الاب الطيب. سلام عليكم. سهلا. شلونك عمو شلون صحتك؟ انت فنان ايضا رسام؟ اي رسام بالفطرة ودخلت معهد فترة. هم ورثوا البنات. اي طبعا طبعا اخذوا مني هواي من الطفولة. هم بدوا يرسمون مال رسوم مال اطفال وكنن وغيره وشغلات. هم يقولون احنا لولا بابا ما وصلنا. دخلتهم معهد فنون الجميله. اي تخرجوا هم من درجات عليا والحمد لله والشكر. زين برايك هذه هذا الفن كهوايه لهم لو حيكون مصدر رزق لهم لو شو راح توظفون الموضوع؟ لا هم كهوايه طبقوا اي كمصدر رزق ما مفكرين خطايا اي بس يشاركون الابداع مالهم الافكار اللي عندهم يطرحوها على المعارض على هذا ان شاء الله. انا اشكرك حياك الله وان شاء الله يا رب يرفعون راسك اكثر واكثر. شكرا عمو. مشكورين. شكرا نواره حبيبتي. خلينا ننتقل الى لوحه ثانيه. اليوم كله فن. مرحبا شلونك؟ اهلا وسهلا. شنو اسمك؟ مريم. مريومة تحبين ترسمين الوان وغروب و... اي بحر اكثر شيء. صراحة أنا يعني كلش قليل أرسم فأحب من يعني أتجه للبحر يعني يعطيني سلام هدوء. أنا شخصية هادئة بالأكثر. أي وهذا مثلا غروب هذا شروق. هنا أنا استخدمت ألوان زيتية يعني مقارنة بالأكريليك واقعية أكثر. حبيتها أكثر يعني هسه بالجديد. هاي آخر رسمة. أنت رسمة هاي البنت و... وهذه الألوان بداخل وجهها. بالضبط يعني. أي حسيت انه تمثل افكاره شخص يعني ضائع او انه يعني ما يعرف شنو يريد بالضبط شنو مشاعره كل لون يرمز الشيء. ان شاء الله توسعين اكثر لو تبقين بالبحر. لا احاول اتوسع اكثر بس هم انت تحبين اللي يحب شيء راح يبدع به وما شاء الله مبدع بتوظيف للالوان. يعني هذه اللوحه مثلا ايش قد استغرقت؟ هذه تقريبا اسبوعين مقدر 6 ساعات باليوم. ما شاء الله حلو. عشتيدك موفقة. شكرا مريومة حبيبتي. يلا خلينا ننتقل لمكان ثاني. هنا أنا تحب البغداديات والزراقات. مرحبا تعالي هنا تعرف عليك. شلونك؟ الله يسلمك. الحمد لله والله بخير. جنة جواهري. يا الله اسم حلو هذا. لقب له شنو؟ اي لقبي جنة جواهري. ليش جنة جواهري؟ والله بعد هو لقبي جواهري. حلو اكيد لقب هو يضيف لك وتتجنن. الله يسلمك. هذا الاسم مهم جدا لكل فنان حتى أكيد. يبقى عالق بالذهن. تكلمينا عن الفن البغدادي. والله انا احب يعني انوع بالرسم ما احب ابقى يعني بطور معين من الرسم. فهنا عندي البغداديات هنا مثلا يعني احب رسم تشكيلي. اي نعم. وهنا احب اضفت العيون 7 عيون.
اي تراثنا العراقي بالضبط بالضبط اي هنا يعني تراث البغدادي وهنا الخيل العربي الاصيل والعالم البحر الامواج. شلون تطورين الفن؟ والله انا يعني بالممارسه احب يعني انه دائما ارسم وطور يعني دائما. ان شاء الله تشاركين مره ثانيه. ان شاء الله اكيد ان شاء الله ان شاء الله طبعا. اضافه لكم معرض بغداد اليوم الكل شاف فنك وعرف اسمك وممكن ياخذ الحساب مالك يضيفك طبعا. اي طبعا صحيح. شكرا بالضبط. شكرا جنة حبيبتي موفقه. ننتقل الى فنان اخر من صاحب اللوحات. السلام عليكم شلون الصحه؟ ما شاء الله هنا أنا ليفل عالي باللوحه. تعرف علي؟ لا اسم محمد علي. تكلم لي عن الفن الخاص بيك فن واقعي. ايه هو هذا يسموه كلاسيك. يعني كلاسيك. إيه؟ اغلب اللوحات هسه تشوفوها يعني طولنا بها وحده بها اسبوع او لا اربع ايام حسب اللوحه. كانه ماخذين صوره مو لوحه. هن كلهم ذني اغلبهم صور يعني إيه؟ صور فوتوغرافيه وارسمهن. ترسم؟ اي نعم. إيه؟ كل سنه تشارك بالمعرض؟ لا هاي اول مره اشارك بهذا. شو رايك بالمشاركه؟ يعني مشاركه حلوه يعني هي كفكره شيء تشجيعيه للفنانين انه يقدمون اعمالهم بهذا المكان وانه بنفس الوقت الناس تشوفهم ويحاولون انه يثبتون نفسهم كخطوه اولى. راح تجدد المشاركه بسنوات قادمه بالمستقبل ان شاء الله. ان شاء الله عشت ايدك ما شاء الله وصل لمرحله بالمستقبل. واكيد يمكن تشوف الفنانين تعطيهم نصائح البنات اللي بعدهم مبتدئين والرسمهم اهم شيء انه يحبون العمل هذا. طالما انه يحبون العمل فراح يتطورون به راح يبدعون به. اهم شيء انه الشخص يحب هذا الشيء. انت يمكن عملك يختلف عن موهبتك لو شنو تعمل بالحياه؟ انا صحفي اشتغل. صحفي اي شيء قريب يعني على الفن ايضا هو ما له علاقه. لا احنا من نقول مو الرؤيه اللي عندك انت من تكتب مقال وغيرها عندك رؤيه وهذه ايضا هنا رؤيه. صحيح اكيد اكيد أي اكيد هي من باب انه يعني كل انسان وإلى نظرته. اكيد اكو ناس يترجمون اعمالهم او ابداعاتهم بالفن كرسم او كتمثيل او كشعر. اي شكرا لك موفق مبدع ما شاء الله عليه. خلينا ننتقل هسه وياكم مشاهدينا بعد الفن اللي شفناه اكيد بعد اكو لوحات واكو مشاركات ثانيه. تعال ماما شنو اسمك؟ شو اسمك؟ عبد الله. شنو هاي بيدك؟ شنو هاي؟ هاي رسمه. مين اخذتها؟ من هناك. ينطوك اياها مجاني هناك؟ لا العب العاب واكمل الكواكب ويعطوني اياها. اه يعني انت فزت بيها هذا الرسم؟ اي حلو هذا النشاط. جيت ويا من انت؟ انا جيت ويا اهلي. يا عيني كل يوم تشلو بس اليوم جيت؟ لا بس اليوم هو اليوم. شكرا ماما. هاي المشاركات المجانيه اكيد تحصلون على جائزه. اهلا شكرا. اسوي مناشده على قناتكم. رئيس الوزراء تفضل. اي انا طالب هندسه كهرباء أجلت مرتين والثالثة هم أجلتها. أي جامعة؟ جامعة بغداد هندسة كهرباء. جامعة. أي بس هسه حاليا خلصت محاولاتي راح يترقن القيد بس أطالب إنه أرجع للقسم لأنه أنا دا أشتغل وأدرس يعني. زين ليش ما قدمت طلب للوزير يعني شنو الأسباب اللي يعني خليت؟ أنا كانت عندي أسباب قضائية يعني والدي دخل السجن وطلع إنه فما قدرت أداوماني على العائلة. أي فذاك أجلت وتركت يعني ما قدرت أرجع للدراسة فإنه المحاولات خلصت مالتي فاما مسايا واهلي واني ما اقدر لانه اشتغل وهذه السوالف. حكيت ويا الجامعه؟ رحت للعماده؟ اي حكيت وياهم. اي يقول لي خلصت المحاولات فاما مسايا واهلي فانا طالب انه من وزير التعليم انه ارجع للقسم لانه انا يعني حريص على الدراسه ونفس الوقت حريص على العمل يعني بس اذا رجعت للحكومه على الاقل اقدر اترك الشغل واعمل من اجل لا دفع ادفع المال. بعدك ما قدمت طلب رسمي للوزاره التعليم العالي؟ احنا نفضل انه الوزارات مفتوحه عندها قسم شؤون المواطنين وبيه هناك تقدم طلب وان شاء الله يوصل صوتك. انتظرنا بعد اللايف راح نجيك نتواصل وياك. انا هنا على دوام ان شاء الله. موفق شكرا لك. اكيد هذا فرصه. السلام عليكم. شلونك؟ تعرف عليك؟ احمد من بغداد المنصور وقريب على منطقه المعرض وجاي اشوف معرض الكتاب. ما شاء الله معرض الكتاب بمشاركة الشركات أجواء جميلة والرائعة ومشاركة استمتعت بالمشاركة هنا. صحيح.
صحيح أجواء رائعة، هي أجواء رائعة، مشاركة محلية ومشاركة دولية، وهاي تعكس في الصورة على البلد وتنطي رسالة وطابع إنه العراق بخير وبسلام وما ما ما بيشي. وأنا من هذا منبركم أدعو اللي مقيمين خارج العراق والمغتربين وما أعرف شنو يجون، وبنفس الوقت تكون رسالة إلى أصدقائهم العايشين بالغربة من غير جنسيات على مود يجون ويشوفون العراق بخير وسلام ويعكسون صورة إيجابية عن البلد. أحسن. وهو هذا اللي نريده. وتحياتي لكم، شكرا جزيلا لكم، قناتكم الله. شكرا كلامك الجيد والصحيح صراحة. سيد أكو بعد هنا عندنا لوحات خلينا نشوفها مصورنا، لأن الفنانين خطية هم قبل لا أني أبدي لايف جو يسولفون. خلي تعرف عليكم ماما، نقدر نحكي وياكم نسولف وياكم. مرحبا، شلونك؟ زينة. لا أمام الكاميرا، شو اسمك؟ زهراء. زهراء وأنتي؟ طيبة. طيبة. نور. نور. نورة. واي نور، واني نور، شو واي نور بالمعرض. منورات النورات. انتو صديقات؟ لا اخوات. اخوات ما شاء الله. انتو جيت وي ماما؟ ايه. هاي اول جاية لكم؟ لا ها، ثاني جاية. هاي ثاني جاية. ايه. شنو رايكم بالمعرض؟ خلينا نجيب السرع. شو رايك بالمعرض؟ شنو شفتي؟ شنو عجبك؟ الكتب اللي بيه كلش حلوة. اي شنو تحبين؟ والاكسسوارات. انا شفت بس رواية واحدة وقاريت، يعني اخذت نعتهم ما يرد زيكولا. كلش حلوة. زين شنو عجبت؟ اني هو كله الاجواء، يعني اجواء احبها، يعني هاي مال الكتب وكل واحد يجيب شغلاته مسويها. الشموع. الكتاب اللي اشتريتيه؟ اي هذا مال شو اسمه ادهم شرقاوي، انا احب كتبه دائما اشتري معهن. فعجبني فاخذته. موفقه ان شاء الله. تقري ايش قد يعني تستغرقين؟ ايش قد كم يوم تقرين؟ والله نطالب السادس. يا عيني والله. تقرين اني يعني بس اشوف لي فرصه قبل افتح. ايه ورقه. هل ماتين تنتقلين من كتاب الكتاب؟ اي. موفقه حبيبتي. شنو رايك بالمعرض؟ والله كلش حلو، يعني الكتب والاكسسوارات وهاي البوثات مال الاكل، يعني كل شيء حلو بيه. استمتعتوا بالمكان هنا وغيرتوا جو شويه؟ ويا اختكم طالبه السادس خطيه. اليوم شو اسمه كان اخر يوم امتحانات الدور الثاني. فقبل جيت. انت خلصتي؟ اي اليوم كان فيزياء مال الدور الثاني، خلصته وجينا. ما اسالك عن معدلها. لا اضربها مالك. ان شاء الله موفقه، وان شاء الله باعي المعدل مو قياس، المهم تشتغلين بمجال تحبيه وراح تبدعين بيه، صدقيني. والله سويت علي بالتعب وزياده. ان شاء الله تيجي، يعني شو تجي انا كره. ان شاء الله موفقه ومجال تحبي. حياكم ماما. تحياتي لماما. يلا خلينا ننتقل لمكان ثاني نشوف الفنانين هنا. ان شاء الله موجودين عندنا هنا فنان، وهذه لوحاته والناس دي ياخذون صور. السلام عليكم. هلا ومرحبا. اهلا وسهلا، انا غيث محمد. يا اهلا بيك. تشكيلي وهاي لوحاتي. تشوف الناس دي تاخذ صور لوحاتك، يعني بيها مفهوم. هنا يا فلسطين طبعا. اشرح لي اياها. تحكي عن قضيه فلسطين. هاي ام تحتضن الفراغ، انه الام شلون اذا فقدت ابنها انه ماكو شيء يعوضها. هذه الصوره شفناها لايف، شفنا امهات مكفنين ابنائهم في فلسطين وفقدوهم. اكيد هذه الصوره انت شفتها بالواقع ورسمت. اكيد اكيد، هو شيء من ضمن الواقع، نحاول ان نحس بهم ولو بشيء قليل. الشيء هذا بحقهم اكيد 100%. وهذا تحكي عن انه احنا حاسين بهم، انه الخارطه في قلبنا. وهذا غصن الزيتون، ضريبه السلام والصراع بين الامل واللا امل، واحنا حاسين بهم انه نفس اللوعه ونفس الشعور اللي جاي نحس. ان شاء الله يجي يوم ترسم تحرير فلسطين. ان شاء الله. اكيد شاء الله. اكيد هذا رساله كل فنان لابد من القضيه انه يطرحها بفنه، لان الفن رساله. اكيد لابد، يعني يوم من الايام الظلم راح يصدر الضحيه انه تفوز، وكل شخص راح ياخذ حقه بهاي الحياه، والامل ينتصر ان شاء الله. هذه لوحات للبيع ام بس مشاركه؟ بصراحه هي الغايه المشاركه ونوصل الرساله منها. واذا نبيع مو مشكله. مو مشكله، هذا عملكم ورزقكم ايضا موفق. شكرا لك. الله يحفظك. ننتقل لمكان ثاني. اكو بنيه انا قلت لها اجيك لمكانك، ما ادري موجوده. هلا. هلا. اهلا وسهلا. خط وفن ورسم وزجاجيات كلهن، كل شيء تحبين سولفي لي. والله من أنا وصغيرة يعني موهبتي رسم وخط، هاي قبل سنة بديت. بس من أنا وصغيرة يعني أحب أرسم، وهاي وهماتين وراثي ماما وخالي. أي أي. وين منو جاي وياك ماما؟ نقدر نتعرف؟ تقدر تطلع؟ يلا. أي يعني فيعني أنا من زمان أرسم، بس كتطوير قبل سنتين بديت. السنة هاي السادس خلصت الحمد لله.
فبديت طورت رسمي وقبل احييك على الشغله. هواي شفت هسه فنانين ما مخلين اسمهم ورقمهم والحساب مالتهم، انت مخليه اسمك الكامل والحساب مالتك على الانستغرام والرقم التليفون، ليش؟ حتى هذه فرصه اليوم احنا معرض بغداد الاف يجون يضيفوك وانت ايضا تنعرفين، وايضا هذا فن هو لابد من يوصل وصل الرساله، مو صحيح؟ صحيح. عاشتي هاي من نصحك انك تكتبيها لو انت؟ لا والله يعني بس اوكي وراثه هاي تعليم من خالي وماما. الله يحفظ لك اياهم، ان شاء الله هذه الموهبه تعمر بوجودهم اكيد هم يساعدون ان شاء الله. هو الفن شيء كلش حلو يعني يعبر عن الشيء اللي بداخلك، يعني وقت فراغي يكون هو اعبر عن هاي الاشياء. حلو حلو استغلال وقت الفراغ. شكرا حبيبتي ممنونه. السلام عليكم. مرحبا، شلونك حبيبتي؟ ما شاء الله شوف الابداع هنا. سولفي لي اسمك، عرفينا عن حالك. انا مريم. احب الرسم من كنت صغيره وهذا الفن الروماني القديم شيء مميز فمثل ما تشوفين. ما شاء الله واصله مرحله بالرسم. تسلمين. زين شلون وصلتي شلون طورتي؟ يعني موهبه مستعرضتها من العائله من الطفوله، تعرفين تقوى خط ايدي لحد ما وصلت ليش مرحله. هم يحثوش دائما تطورين موهبتك؟ اي. شلون يعني مثلا يوفروا لك اشياء تحتاجيها؟ اي شيء اكيد يوفروا لي الالوان واللوحات واني انفذ ويشجعوني يقولوا له هذا الشيء حلو. شو رايك بالمشاركه بمعرض بغداد؟ حلوه، مبادره حلوه يعني سلطوا الضوء على الفنانين العراقيين، يعني معروف شوي الفن بالعراق ما يشتغل حاليا، بس هسه من فتحوا معارض شلون بيشتغلوا هذا الاعداد الهائله من الفنانين؟ دا اشوف هواي فنانين تعالي هنا. شلون قبل هيك شيء ما كان، يعني ما كانت هيك اكو فعاليات، هسه كثرت الحمد لله. شيء حلو صارت الناس تشوفك تتعرف عليك. نعم. صحيح. نعم. شكرا مريومه. هواي هنا مريم ونور بالمعرض. مرحبا شلونك حبيبتي؟ ماري مريم. هم مريم. مريم شلونك؟ عارفين عن الفيلم مالتك؟ بغداديات شناشي العراقيه. اي طالبه صيدله مرحله ثانيه وامارس. ما شاء الله هم ذكيه وهم شاطره وهم حبابه. تسلمين. شكرا. موفقه ان شاء الله. هاي اللوحه حلوه كلش حلوه. ايش قد استغرق الوقت؟ 6 سنوات. هاي قد؟ قبل 6 سنوات. قبل 6 سنوات 2019. اي كنت صف ثالث متوسط. اي بعدين اي بهذا الشهر رسمت هذول الاثنين. حلو. بعد ما عبرتي بكالوريا رسم هذا انتقام. اي الله. شكرا مريومه موفقه حبيبتي. هنا انا يعني ما نسيت ترى جيتك. حبيبتي بابا وياها. بابا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله شلون صحتك؟ السلام عليك. وسام نجم وايد رسول. رسوله شلون تعلمت؟ شلون جاي توقف وياها اليوم حتى تطور ويا عمرها 11 سنه؟ انا حكيت وياها. احنا نشارك اول مره وهي تحب هاي شغله الرسم وهواي عندها. اي العفو. ليش وقت هي هوايتها؟ يعني صار 6 سنوات عمرها 7 سنوات هي تحب هذا الرسم والهوايه. يلا عرف الناس عن نفسك وشلون بديتي بهذه الموهبه. اسمي رسول وسام وعمري 11. بالبداية أختي وخالتي هم رسامي فأني كنت أشوفهم وحبيت الرسم. يعني أختها ساعدها أختها الكبيرة. إيه. وأنتي طورتي صرتي أكثر منهم يمكن ترسمي. إيه. بطل. بقيت. أختها عملت الرسم وهي هسه بدأت الهواية مالتها. تقولي لي البابا، بابا واقف وياك ويساعدك حتى توصلين تطورين فن. أنا أساعدها. شكرا. عيني فدوى ولا عيونك. يعني زي حصلت الدمعة. الله يحفظك. يحفظ لك بنتك يا رب تشوفها بأعلى المراتب وتطور الفن. هسه فرصة انه اليوم انت عمرك 11 سنة ومعرض بغداد انطاش فرصة بانه تعرضين اعمال. هذه اول مرة شفتها. صحيح. كل سنة موجودين ان شاء الله. احنا ان شاء الله هذه البقية الايام ان شاء الله موفقة. شكرا لك حبيبي. هذا حسابي انشر عليه رسول EL7684 هذا حسابها ضيفوها. شكرا رسولة حبيبتي. هنا لوحات كبيرة. وين الفنان؟ المن؟ صور؟ ما تطلع؟ اوكي ليش خسارة؟ شنو اسمك؟ اسمك منو؟ هاي اللوحات الياسر نبيل موفق ما شاء الله ابداع. نقدر هنا نشوف منو؟ صاحب اللوحات؟ السلام عليكم. المن هذه اللوحات؟ مريومة. وينها؟ واي مريم مات. نقدر نسوي لقاء وياك ماما؟ تعالي يلا هسه راح تجينا مريومه.
ما اعرف كل مريم هي فنانه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بيك. هلا. تعرف عليك مريم احمد حسن. اي طالبه شنو؟ طالبه جامعه بغداد كليه التربيه الانجليزي. ما شاء الله. زين حبيبتي انت شلون تعلمتي رسم؟ انا علمت نفسي الاطلاع وكذا يوتيوب. نعم نعم. الحصان العربي مهم، لازم الفنان يرسم. طبعا طبعا. اي انا كنت ارسم اجانب يعني، وهاي يعني اقتبس من ثقافتهم. بس هنا يحبون عندنا ثقافه عربيه عريقه. اي هنا يحبون الثقافه العربيه. الخيل العربي كل شيء يمثل شيء كلش مهم. اي صحيح. طوري اكثر بالثقافه العربيه راح توصلين، والثقافه الاسلاميه والخط الاسلامي هذه كلها راح تضيف لك. اكيد ان شاء الله. يعني انت تنعرفين اساسا بالعربيه. صحيح. مريم شكرا يا عمر. هلا بيش. هلا. خلينا ننتقل للفعاليه الموجوده هنا ويانا مصورنا، فعاليه للاطفال ترفيهيه وايضا تفاعليه وبها هدايا لروضه لعالم مس زينه. طبعا احنا تكلمنا وياها البارحه، واذا ممكن تشوي شويه نصون الصوت. يلا هات ساعتها نحكي وياهم. تعال. السلام عليكم، شلونك حبيبتي؟ هلا هلا قلبي. انا وسهلا من زينه وياك من عالم الشو. انا وسهلا حبيبتي. هذه الفعاليه انت من اقتراحك، احكي لنا اكثر عن الفعاليه. هي عالم المرح هو تابع لعالم الشو، نشاطات مجانيه للاطفال نقدمها، اكتيفيتي كامل، العاب ذكاء، وبس يكملون الاطفال يحصلون على جيفت من منوعه من اسماك الى اوراق رسم، ونحن نقدم لهم خصومات. هذه تشجيعية. طبعا خصومات. خصومات على الروضة، اشتراكات الروضة والدورات الصيفية للأطفال الابتدائية. يعني شفت قبل شوية طفل قال أني فزت بهذه الرسم. أي هسه أنت خلصتي له بعد عدة جولة؟ أكيد طبعا. هسه إذا تشوفون الأطفال بعدهم مستمرين بالتسجيل وبالمسابقات، ومثل ما تشوفون احنا هسه الأطفال هنسجلهم. طبعا هاي أوراق للتسجيل الأطفال، اوراق مجانيه طبعا يسجلون بها الاعمار مالتهم، وبالاضافه بس يكملون مثل هذا هسه نضم الرقم هنا. الاطفال راح يدخلون بالقرعه بس يكمل المعرض، راح يدخلون على القرعه المجانيه هم للاطفال بها جايه جوائز منوعه وكلها للذكاء، العاب ذكاء. ست زينة انتم كل يوم موجودين لا يو شنو الايام؟ مبدئيا احنا جمعه وسبت واحد، وممكن اكو قابليه للتمديد على اخر ايام المعرض او يجوز نستمر لين الاهالي. باكر موجودين؟ موجودين ان شاء الله، ولين الاهالي مصرين قالوا اريدكم كل الايام المعرض. اي والاطفال حتى هنا هم يتونسون. يستقرون الاطفال لاماكن ترفيهيه وخاصه كالعاب خاصه بعالم مشو، هي كلها العاب ذكاء. وفكريه ومهاريه. انا هسه خلينا نشوفها المهارات الابداعيه. صحيح. حياك الله وشكرا لك على هذه المشاركه. لا اكيد احنا بخدمتكم. خلينا نشوف الالعاب. تعالوا ويانا مصورنا هنا يا المس. ما اعرف كل مس عندها ميز خاص بيها، وهذا الميز بيها العاب فكريه. ايش تبكي؟ ليش ماما حياتي؟ شنو اسمك؟ ليش تبكين؟ شو اسمك؟ ليش تبكين؟ لجين. لجين؟ لجين طه. ماما حياتي فدوى الله. الله يسلمك ويخليك. انت حفيدتك؟ اي حفيدتي. الله يحفظك. الله يسلمك ويخليك. شكرا لك ماما. السلام عليكم مس. مرحبا مس، شلونك؟ اهلا وسهلا، يا هلا بكم. مس شو فاوندر، مؤسس عالم مس شو للتعلم التفاعلي. حلوه عندك اللانجويج وده تعلمين الاطفال على اللانجويج. الصراحه حبيبي ثانك يو. احنا نحس انه الاطفال محتاج ان يتعلم مهارات العالم القادم او السنين القادمه والتطور القادم، اللي هي منه اللي هي تعدد اللغات والكمبيوتر والحاسوب وايضا الاغناء العلمي حتى يقدر يطور من نفسه. لهذا السبب نركز على هذا الجانب. شنو عندك اليوم فقره اللي هاي كل يوميه انت ترسمين؟ احنا حاليا بعالم مشو عندنا مجموعه بلانتس، هو الاسم اليونيفرس كون. فالكون يتكون من كواكب، كل كوكب لازم يعبر مجموعه انشطه ذهنيه، قابليات تركيز، قوه ملاحظه، رسم، فن، عضلات، قوه حركيه، كلها تنجمع في داخل هذه المجموعة الأنشطة. من يخلص مجموعة الكواكب ينتهي به إلى الحصول على جائزة. هذه الجائزة ثمرة جهده أولا، وثانيا حتى يحس بثمرة عمله. شوقتينا. يلا انتم العبوا. أكيد أكيد. بقى أشوف ايش ترسمين له. شو اسمك ماما؟ شو اسمك؟ قولها شو اسمك. علي. ماكو علي مو ويانا. مرحبا مس. مرحبا مس، شلونك؟ تعرف عليك؟ مس أبي.
شنو تقدمين اليوم؟ عندي هاي النوعيات من النشاطات اللي هي مال الاطفال، وهذا تعتبر الكبار كلها ذكاء. تشوفين الاطفال يتفاعلوا وياه، كلش متفاعلين واذكياء وكلش لطيفين. ماما شو اسمك؟ تريد المايك؟ شنو اسمك؟ همك. شنو اسمك؟ اسمك شنو؟ ميمي. ميمي فدوى. شو متحمله ذولي الاطفال فدوى؟ الله الله يحفظهم. هنشوفين هنا الاستاذ. الله الله الله، الطفل وقع ما يخالف. يلا يلا، هذه هم الاطفال دي يلعبون. سلام عليكم. هذه شنو اللي عندك؟ هذا عندنا شوي العاب، هاي مال توازن، العاب توازن تنشط الطفل، وعندنا هاي ايضا تنشط عقل الطفل وتخليه يتونس، مو بس للصغار حتى الكبار يقدرون يلعبوها وتونسهم. هاي شلون مكعبات يقدر مثلا يركبهم. هذه الالعاب انا شفتها جوا بالمعرض موجوده، هي ذهنيه، اي يقدرون الاهالي يشتروها. اي هاي موجوده، يعني يقدرون يشتروها وتنشط العقل والذهنيه، تساعد الطفل حتى ينمي مهاراته وتطوره اصلا يعني. صحيح. اي مرحبا ماما، شنو اسمك؟ اسمي امير. امير شنو هذه اللعبه؟ تشرح لي اياها؟ تاخذين شكل من هاي الاشكال وتطبقي. بس انت شنو اخذت شكل وصلت اليه خلصتي وبعد؟ بعد شويه، صحيح؟ حلو، حبيت اللعبه؟ ايه. شكرا لك ماما، شكرا، ممنونه لكم. موفقين حبيبتي، شو الجمال هذا؟ مرحبا مس. مرحبا. شلونكم مس؟ عرف عليك؟ هيفاء احمد. شنو اليوم تقدمون فعاليه؟ انا لا والده. ها وي الطفل. شنو رايك بهذه الفعاليه اللي هنا موجوده؟ والله انا عجبتني، لان هسه دا احكي مس الحلوه، لان هواي اشياء عجبتنا حتى دا بدنا نشتريها للبيت. موجوده؟ اي موجوده، يمكن بالمعرض. يعني هسه دا نحكي بيها. اي لان من المعرض حتى هسه نرجع لها، لان هواي هذه اللي تفيد الطفل. اول يبتعد عن التليفون وشي مهاري يستخدمه بيده. فانت حبيتيها؟ انا حبيتها على بنتي. من التلابين ويا جابر إبراهيم ديب قد جابر. يلا برهم قد جاب قد جاب قد جاب. لا مو هنا مو هنا مو هنا نادي قد جاب هنا. يلا برهومي، هو يريد هو يريد يسوي بإيده قد جاب. عفية. شوفوا هنا الحلو بيهم دي يحشروا ياهم همات يعني انجليزي، لانه يساعد انه الطفل ايضا يتعلم مهارة. انه شوف وراك مصورنا دي يلعبون، خلينا نشوفهم دا يلعبون هنا حيوية، يعني لعبات. شوف الكرات، شوف هذا الطفل داخل الكرة. طبعا راح يصطدم بطفل ثاني، بس دير بالكم الكاميرا هنا. مستمتعين والله، احنا استمتعنا وياهم لاطفالنا. شوفوا هذه اللعبة اليوم حيوية، وايضا تخلي الطفل يفرغ النشاط والطاقة. شوفوا هنا جومانجي. عاشت ايدهم. يلا هسه احنا على ما يجي مصورنا، هو دخل ما ادري بعد يطلع سلامات. خلينا ننتقل الى مكان ثاني من المسات اللي واعمالهم. مرحبا مس، شلونك؟ تعرف عليك؟ اهلا وسهلا. اللانجوج عندكم حلوه، كلكم دا تحكون انجليزي ويا الاطفال، هاي شنو راح تفيد الطفل؟ اكيد هاي بهواي اشياء تفيد الطفل. أي. تعلم اللغه. أي. تعلم انه شلون يتحدث، استخدامه للكلمات هماتي. اكيد. أي. استخدام لعبات خشبيه، نعرف الخشب الشحنات الكهربائيه كره مغناطيسيه يمتصها. تقولين واحد ينتي تضربوا خشبه؟ صحيح. بالضبط، هاي اللعبات اللي عندك خشبيه بهذا المضمون انتم جايبيها؟ يس. تفضلي. فور ذس. بس بدون نو كومنت. شنو رايك بالاطفال اللي جايين هسه؟ اكيد ذولي مو من ما تعرفوهم. اكيد اكو بيهم من المؤسسه واكو بيهم لا مو من المؤسسه. رايك بالمستوى؟ ما شاء الله عليهم، يعني ما كلهم تفاعليين. اكيد هذا الشيء كلش نستمتع به. ليش الامهات ينطون موبايلتهم بما يعطون هيك على مدة يخصون منهم؟ هذه الدعوه من خلالكم، واكيد من خلالنا واجبنا اليوم نشوف لعبات مهاريه للاطفال، وهذه موجوده بمعرض بغداد. هذه اللطيفه، شكرا، موفقه. هنا الاستاذ. اي احنا لايف طالعين هسه نتواصل وياك. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ انا كابتن مرتضى، ضمن كادر عالم مسيو للتعلم التفاعلي.
هاي شنو هذه اللعبه؟ هاي مغناطيسيه يمكن؟ هاي لعبه مغناطيسيه يستخدمون بها الاطفال. وهاي لازم احنا نوزع المغناطيس بمناطق، لازم نوزعهن. اوكي، الطفل هو من راح يحطن يعني بطريقه يخليها ينجذب الوحده للثانيه. تمام، فالفكره اللي بهاي اللعبه انه هو الطفل راح يشوف شيء جديد، راح يتعلم انه هذا مغناطيس اكو تجاذب او اكو تنافر. فمن هاي بهاي اللعبه راح يتعلم الطفل، تعلمت فيزياء، يتعلم الفيزياء بشكل يعني بسيط، يكون عنده معلومه بسيطه عن الفيزياء. احنا هسه اذا نجي نركز، وين صعد علميس؟ شو اسمك انت؟ تارا. كيف شو اسمك؟ تارا صعد علميس. تارا عادي، كل شيء مسموح لها. شوف هاي، شوف شلون هذه اللعبات موجودة بالمعرض. ايه موجودة بالمعرض، يقدرون الأهالي يشتروها. وانتم اليوم عرضتوها، عاش تيتكم، ممنونة جدا. هل تعرف على المساتي هنا؟ شلونك مس؟ اهلا. شنو اسمك؟ مس آية. آية، شنو قدمتي من فعالية للأطفال؟ اشرحي لنا. فعالية الشيبس، الأشكال الهندسية والأنيمالز، الحيوانات. فهو الطفل انه انا خربطها اليه وهو يرجع يصفطها. شوفين الاطفال ناعتهم تفاعل وياه، كلش متفاعلين. بالاخص ايهم انه هسه كلش حب هاي اللعبه. عيني، شنو اسمك ماما؟ اسمك ما يحكي هذا، يحكي بعد صغيره هي حباها. ايه لا، وكلش فادت بعد. انت امه مو اي اي اي, أي نعم. في هذه الفعاليه والله كلش فادت الصراحه، بالذات انه هو عنده نسبه من التوحد. اي، فشفت انه كلش انجذب الها ودا يركز بيها حتى كملها ورجع خربطها وكملها همات. اكو احنا قبل يوم بابجد هوز اللي هي موجوده هنا ايضا دار في العاب خاصه لمرضى التوحد وغيرها. شوف الالعاب مثل هذه وغيرها اشتريها لايهم، راح تفيدك كلش يعني. عن كلها محتاجه لها روضه تكون بها يعني معامله خاصه لهم. اي، وانت بالبيت انت تكملين عمل؟ اي طبعا، هو اكيد احنا هم ويا معامله، هو مرتبط بيك اكثر من الروضه ترى. اي طبعا. حبيبتي يعني انا والله ضجت. شو اسوي باي؟ هو التوحد يكون خفيفه. اي ذكي، هو ذكي كلش، بس عنده قله تركيز وفرط حركه كلش قوي. نقدر نعالج. اي هو هسه يعني اذا اشوفه هدا شويه وظل يلعب بيها كمل. يلا اشتري له هاي اللعبه. هو طبعا هسه راح اخذ. شكرا مسعي. عفوا. شكرا حبيبتي. مرحبا، شلونكم؟ شوي تعلم سكوير. يعني شنو سكوير؟ شنو سكوير؟ What's the meaning of square؟ مربع. مربع. علمي ويا عربي لأنه ممكن ما يعرف الكلمة. مو إحنا عالم مش شو ضروري إنه أعلمهم إنجليزي. صحيح. أو اللغة الإنجليزية. اللعبة. هاي shapes. عندي square, circle, star, triangle. يوصلون بيناتهم مثلاً. هاي قدام، هاي قدام. أوكي. يوصل الشكل بالثاني. بالضبط. شنو رأيك بالمشاركة بمعرض بغداد؟ تواجه أول سلوى. أنا جديدة بالروضة، ما أعرف إذا هم مشاركين قبل أو. أنت مستمتعة يمكن. كلش. شوفين هذا عمل. طبعاً هاي متعة ويا الأطفال. أنا كلش أحب أكون أجر بها. طبعاً أكيد. شكراً. شو اسمك أنت وكيحة؟ غنى. شكراً. ما شاء الله، الله يحفظهم يا أطفال، كلش مستمتعين. فهاي دعوة لكم تجون للمعرض، خليهم هنا يلعبون هاي اللعبات الحلوة. مرحبا سمس، شو اسمك؟ الحمد لله مس دعاء. شنو هذه اللعبة؟ لعبة المحقق، الطفل يكتشف الأشياء اللي موجودة داخل هذا الكارت بس بأسرع وقت ممكن. تكون التحدي بين طالبين، فاللي يحصل الأشكال بأسرع وقت هو اللي يكون فائز. هذه بيها مشاركة. حلو. طبعا أكيد الطلاب يتعلمون على روح المنافسة، تكون المشاركة حلوة بينهم. رأيك بالأطفال اللي يجون هنا شلون؟ لا لطيفين الكل وحبابين وأذكياء. يحبون هذه اللعبة؟ أكيد طبعا، لأن هي أصلا يعني تفاعلية وتنمي ذكاء الطفل. اكيد لو جايبين تبيعون شان فس يعني ربحتوا. احنا المهم هو نكون فرحتهم، هذا اهم شيء. مرحبا ماما. اهلا وسهلا بيك. احفادك دول يا اولاد؟ ايه احفادنا. احفادك مستمتعين اليوم؟ والله احنا نريد نسجلهم بهاي اللعبات اللي هناك، ما اعرف مين يسجلهم. يسجلون يم الزينه هناك على ذاك الميز. مزينه تمام، سجليهم والهم ان شاء الله بالقرعه يفوزون. شكرا. مرحبا عمو. اهلا وسهلا. مرحبا. رايك بهذه الفعاليات للاطفال بالمعرض؟ والله حقيقه احنا يعني بحاجه لهيج فعاليات، لانه بصراحه معظم الالعاب الموجوده حاليا بالسوق هي مو صالح الطفل. صحيح. العاب تشجع على العدوانيه وايضا تشجع على العزل الاجتماعي، فاحنا حاليا بحاجه لالعاب
تزيد من الدمج الاجتماعي، تزيد من الألفة، تزيد انه تصير بها لغة التسامح، لغة هذا. فحقيقة مبادرة حلوة يعني، بس المعرض ما نعطيها الاهتمام الكافي يعني. لا لهم هم لازم يكونون بالحديقة، لازم يكونون، لأن هم يلعبون بالحديقة أفضل ما أنهم يكتمون بقاعة. هذا أفضل مكان للأطفال أنا أشوف يعني برأيي، وهسه إذا نسأل المس يكونون نفس الرأي. مختص مجال الأطفال يعني. أنا أشتغل بمجال اضطراب التوحد يعني، رئيس الجمعية العراقية للتوحد. أكو لعبات هنا للتوحديين مثل هالأم يعتاد الطفل التوحد. كان بدي يعني شوي يكون أكو تسليط ضوء أكثر من خلال الاهتمام بالمساحة هاي اللي يشوفها. إحنا سلطنا الضوء خصيصاً عليهم ورحنا لهم واحد واحد، وإحنا أكيد بخدمة المواطن وأبنائنا. شكراً على قناتكم الفضائية، الله يخليك. إحنا بخدمتكم. اليوم دركنا الوقت، ما قدرنا نشوف مصادر، باكر راح نشوف وياكم مصادر بجولتنا هذه المستمرة بمعرض بغداد الدولي للكتاب يوميا الى يوم 22. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، الى اللقاء.